12 ريكورد. اوكي رولينج عيوني. 4 3 2 1 دافع يعني لانه احقق حاجات كثيره باصراري وعزيمتي. دايما بيقولوا انه الفكره ما في انك تبدا تاني. الفكره ما فترة طويله شديد يعني طوال اخذني الحماس وبدأت الحمد لله. بقدر اقول انا عبرت الحمد لله. انا ربني بيحبني معروف للناس وفي نفس الوقت انك خدمت الناس ما وصلت وبس لا انك خدمت الناس. اسمه ست الكل. الموسم الثالث من ست الكل سر التميز مع مجاهد عثمان. شايفك قدامي زي حلم في منامي حلمي واضح فيه وملامح وشوارع وأسامي. ست الكل ياتيكم 9